لقد وصلت بالواقع من مخيم صغير في النيبال. كنت في الصف التاسع وكان عمري حوالي 15 عاما. ذهبت إلى مدرسة كوس جروف، ثم ذهبت إلى كلية كليرمونت، ومن ثم ذهبت إلى جامعة تازمانيا حيث عملت تحضير للجامعة. كان الأمر صعبا خلال الأسابيع الأولى، ولكن بعد بضعة أسابيع تعودت على الأجواء ومن ثم على الناس، وكثير منهم ساعدوني. أنا وصلت في آب عام 2015. ذهبت إلى الثانوية ودرست الرياضيات والرياضة، ثم ذهبت إلى كلية كليرمونت ودرست الصف 11، ودرست الأعمال، ساعدتني مع الكمبيوتر، ودرست الرياضيات والإنجليزية. آمل بالذهاب إلى الجامعة هذا العام. ليس لدي نقاط كافية للجامعة، لكن أحد الأيام ذهبت إلى الجامعة وسألت هل يوجد مسار تحضيري للدخول إلى الجامعة؟ قالوا لي نعم، ثم انضممت وذهبت حتى أتعلم المزيد عن ذلك. شعرت بالرضا بالقيام بالدورة لأنني حصلت على المزيد من التعليم في حياتي، وشعرت بالراحة في الجامعة. أتمنى لو كنت أعرف أن تعلم الإنجليزية سيكون أكثر صعوبة هنا، لكنت قد درست أكثر. كنت أدرس الإنجليزية في بلدي، ولكنني لم أخذها على محمل الجد، لذلك أتمنى لو كنت أعرف أن ذلك سيكون تحديا كبيرا بالنسبة لي، لكنت درست أكثر قبل المجيء إلى هنا. من الصعب أن تكون وحيدا بدون لغة أخرى في هذا البلد، لذلك أود بالتأكيد القول من أجل تحسين اللغة يمكنك القيام بالقراءة والكتابة والاستماع وكل شيء في المنزل. هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل تحسين لغتك، لكن على الأقل تحتاج أن تكون لغتك الإنجليزية جيدة. أتمنى أن أتعلم القراءة والكتابة قليلا في البيت، وكذلك الحصول على مساعدة إضافية والقيام بما يجب القيام به لفهم الأشياء، فذلك قد يساعدني، فأنا ما زلت أتأقلم. حسنا، بادئ الأمر أود أن أقول ويجب أن يكونوا متحفزين إذا ما أرادوا تحقيق شيء آخر. عليهم إدارة الوقت بشكل جيد، لأنه في الحياة الطلابية يجب عليك القيام بأشياء كثيرة مع الدراسة. التخطيط للمستقبل، إنها نصيحة كبيرة. مثلا إذا كانوا يعرفون ما يريدون القيام به فإن ذلك جيد جدا. إذا كانوا يحبون التحدث مع المدرسين والتخطيط لذلك فإن ذلك سيسهل عليهم تحقيق ما يريدون، ولكن إذا كانوا لا يعرفون فلا يزال عليهم التحدث لشخص ما، ربما ذلك يساعدهم في إيجاد ما يهتمون به ومن ثم المضي قدما به. حاول أن تجد صديقا أستراليا، سيكون ذلك مفيدا للغاية. إذا كان لديهم أصدقاء في المدرسة، لديهم عمل ويدرسون، قابل الناس. إذا بقيت في المنزل ولم أقابل أي شخص أو قابلت أشخاص مثلي، فإن ذلك لا يشجعني على فعل المزيد. لذلك مقابلة الأشخاص الذين يعملون بجد من أجل دراستهم أو عملهم سيشجعك على فعل المزيد. كذلك عمل صداقة مع أستراليين سيساعدك ذلك غالبا في تعلم اللغة الإنجليزية أيضا. نحن نعرف أنه من الصعب على الشباب عند وصولهم لأول مرة تعلم اللغة الإنجليزية، وتعويض وقت الدراسة الضائع ومحاولة تكوين أصدقاء جدد، ولكن من فضلك لا تكافح بصمت. يمكنك التحدث إلى مدرسك أو العامل الاجتماعي في المدرسة، وهناك برامج عند بعد المدرسة التي يمكن أن تساعدك. يمكنك الحصول على مساعدة من مركز موارد المهاجرين تازمانيا من خلال برنامج تعليم شباب تازمانيا متعددي الثقافات، ومن خلال برنامج الدعم الدراسي في كاثوليك كير. ممكن لهذه الوكالات مساعدتك في الدراسة والدعم اللغوي والحصول على برامج أسبوعية مثل دروب إن يوم الأربعاء بعد المدرسة. يمكنك أيضا الذهاب إلى المكتبة المحلية وطلب المساعدة، الناس هنا لمساعدتك، لذا يرجى التواصل معهم. لا تستسلم أبدا، استمر في التركيز. أهم شيء أود أن أقوله أنك ستواجه وقتا عصيبا إذا لم تتعلم اللغة الإنجليزية وتتعلم كيف تنجز مهمتك بنفسك. أعرف أنك ستندم في المستقبل، حتى إذا كنت تشعر بالرضا في الوقت الحالي سوف تشعر بذلك بعد بضعة سنوات. كان يجب علي فعلها.